الأداء كان أكثر من رائع، رجولي قتالي. كنشكروا اللعابة كاملين على القتالية ديالهم، على التكتيك ديال الركراكي، واقفين رجال في التيران، الشونجمون كان في محله. هنيئا للمغاربة كاملين وديما مغرب. نقول كلمة واحدة، ديما مغرب مراكش. المهم الأجواء ديال الماتش كانت زوينة، كان شوية ديال التوتر في الدقائق الأولى، من بعد المهم الحمد لله اللعابة ديالنا كانوا خدامين مزيان ولعبوا مزيان تبارك الله عليهم. المهم الحمد لله فرحونا 2-0 تبارك الله عليهم، تبارك الله على الدراري. شكرا. أبا خويا بينا إن شاء الله يدوزوا كأس العالم، إن شاء الله بينا تزيان من القدام إن شاء الله، وتوخر فهمتي بنا مزيان، بنا ان شاء الله دي كاس العالم باش المغرب مزيان ويتقدم، ما بقاوش يهربوا لينا الدراري. هادشي راه حشومو عيبها. بنا مزيان تزيد تزيد مزيان باش كلشي يفرح بحال هكا، فهمتي؟ الله يحفظكم وديما اسفي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.